مع الدكتور محمد الخطيب مدير تسويق صيدليات الفؤاد. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. اسمح لي اقول لك الناس عندنا في الشارع قدام الصيدليه قدام بيتي بيقولوا 1-2 الاوتروفين راح فين. كل الناس طبعا مش لاقي الاوتروفين. راح فين؟ لا راح فين دي مشكله الشركات اللي بتصنعه. يعني هي الصيدليات انت بتروح تسال الصيدلي اول حاجه الدواء اللي انا محتاجه هو كان موجود عندك اختفى راح فين. ومعظم الناس بتتخيل فكره ان الصيدلي مخبي عندنا الدواء او مش موجود او في الاول وفي الاخر المشكله مشكله توريد الادويه اسلوبه عامل ازاي للصيادله وتصنيعه من الاصل هل موجود ولا لا. طيب دكتور محمد حضرتك شايف انه نقص الادويه في السوق ده نتيجه لظروف اقتصاديه بتمر بها مصر دلوقتي ولا عشوائيه في التخطيط في السياسات الدوائيه في مصر؟ ممكن يكون الاثنين لسبب. اول جزء ممكن يكون سبب نقص الدواء ابسط حاجه ارتفاع سعر الدولار، خاصه ان معظم الادويه المصريه رغم انها بتتصنع في مصر بس في الاول وفي الاخر المواد الخام اللي بتتصنع منها الادويه دي بتيجي من بره. زائد طبعا زياده التكاليف اللي بتطلع للشركات في كل يوم منها زياده اسعار البنزين، زياده اسعار كل حاجه موجوده حواليها في البلد. كل ده بيأثر بالسلب على الشركه لان في الاول وفي الاخر برضو الشركات وهي بتصنع الدواء لازم هتبص على الربح. طبعا ادويه زي دي بتبقى مسعره جبريا من وزاره الصحه. فنتيجة التسعير الجبري ده ما يقدرش ان هو طب القرار 499 اللي هو رغم تسعير الدواء بالاسعار العالميه ده بيتنفذ؟ 499 ربط التسعير سعر الدواء بالاسعار العالميه ده في مصلحتنا في مصر ان احنا نربط سعر الدواء بشكل عام باسعار عالميه؟ ما اقدرش اقول ان هو في مصلحتنا، هو ليه جانب سلبي وجانب ايجابي. الجانب الايجابي انك انت هتكوني ماشيه برتم واحد مع العالم كله. بس من الناحيه السلبيه هل احنا بنصنع الدواء بالجوده الكافيه زي الادويه العالميه؟ طيب باعتبار حضرتك صيدلي لما بيجي لك مواطن عايز دواء معين وليكن دواء الضغط مثلا يعني ما بيبقاش موجود اسم الدواء اللي هو عايزه لكن ممكن يكون في يعني اللي انا اعرفه ان كل دواء له 12 نسيج تقريبا بنفس الماده الفعاله مش بالضروره الكل مثلا يعني بعض الادويه او بعض الادويه اللي احنا عارفينها. طيب حضرتك بتوفر نفس الدواء او بنفس الماده الفعاله بنفس السعر ولا بيكون بقى في يعني اسعار ثانيه مختلفه بس عشان اختلاف الشركه او العلامه التجاريه بتاعتها؟ لا طبعا لازم تكون باسعار مختلفه لان معظم الشركات زي ما بقول لك بياخد تصريح الدواء وبينزل السعر بتاع الدواء ده رغم ان الاثنين نفس الماده الفعاله بس بينزل تسعير الدواء ده حسب الشركه وحسب تسعيره وحسب قرارات وزاره الصحه معاه. طب حسب الشركه طب المواطن يعني حضرتك لما يكون مثلا مرض السكر بياخد الانسولين بيجيب 3 جنيه مثلا بتوفر له شركه ثانيه نفس الماده ب 35 جنيه اذا كان هو بياخد العقار ده بشكل يومي هيعمل ايه؟ لا ما في اختلاف لسبب انواع الانسولين مختلفه. الانسولين اللي حضرتك بتتكلم عنه بيبقى لا مش مساله طويل المفعول مسؤوليه هنا موضوع ان في انسولين اللي هو اللي بينزل عامه في السوق المصري ب 6 جنيه و30 قرش تقريبا اللي هو مشهور باسمه انسولين ماكس ستارت ده بينزل مدعم من وزاره الصحه. فحته الدعم بتاع وزاره الصحه دي هو اللي بيخليه مختلف في السعر بتاعه عن الحر طب احنا ممكن نشتري يعني الدكاتره في الروشتات بتاعتهم بيكتبوا الاسم العلمي للدواء يعني ليه ما يبقاش الاسم التجاري ويبقى موحد السعر؟ الاسم التجاري عشان ما يحصلش كمان لا في بعض الاحيان كتير الدكاتره بيكتبوا الاسم العلمي للدواء يعني انا مش عارفه ده يعني ايه مشكلته ده بيخلي بقى المريض نفسه لو حضرتك كتبت له او جيت في الصيدليه وقلت له انا الدواء ده عندي نفس اللي انت بتاخده بس التاني مش موجود فهو ده نفس مبقاش مقتنع وده ثقافه بقى مصريه بالدواء. علشان كده في اتجاه لدكاتره كتير دلوقتي ان هم يكتبوا بالماده الفعاله اللي في الدواء ما يربطش الصيدلي بشركه معينه الماده الفعاله لا بيكتب اسم الماده الفعاله. على سبيل المثال مثلا عندنا مضاد حيوي اسمه سيبروفلوكساسين هتلاقيه مثلا نازل باسم مثلا سيبروفار كشركه مصري وده بسعر من 25-30 جنيه حسب طبعا التركيز بتاعه. في نوعيه ثانيه بيبقى شركه اجنبيه حاجه زي السيبروباي مثلا ده هتلاقي سعره اكتر من 3 اضعاف. طبعا كل شركه بتحدد مقاييس دوله معينه وده اللي ممكن يكون مدي الاختلاف بتاع السعر ده على حسب الجوده يبقى السعر مش نفس الماده الفعاله حضرتك بتقول؟ طبعا
نفس الماده الفعاله بس الجوده التصنيف نفسه هو المختلف. الجوده السرعه بتاعته في الفعاليه. ما هو ايه الفرق بين الدواء المصري والدواء المستورد؟ ما هما الاثنين بتلاقيهم نفس المواد الفعاله. طب احنا ليه دايما في الازمه دي المصري والمستورد؟ ليه احنا بنستورد الماده الخام؟ احنا بنستورد الماده الخام من بره ويبقى عندنا بعض العناصر الادويه موجوده عندنا في مصر، ليه ما بنعملهاش بنفس الشكل او بنفس الطريقه؟ ايه اللي يعني هنا بقى ممكن نقول ان في بعض يعني الناس بتستخسر في شركات الادويه، بدل مثلا الماده مفعوله 100% خليها 50% ويقسمها على اكتر من نوع. ده بيحصل؟ لا، هي دي بتبقى حسب سياسه الشركه. يعني دي هنا في الحاله دي انت بتتكلمي على ناحيه من اتنين، يا اما هم بيعملوا نفس الدواء بيكتبوا تركيز اقل وبيبقى التركيز الاقل ده هو اللي فعلا موجود على الربوه، او ان هو يكتب تركيز اعلى ده بقى يندرج تحت بند غش تجاري. اصل حضرتك بتقولي ان هو بيبقى نفس الماده بس الناس بتاخد مستورد غير المصري، وهو المستورد غير المصري بيخلي المصري ب 3 جنيه والمستورد اللي ب 50 جنيه، ما هو الناس مش هتعرف تشتريه لو بالذات حاجات مزمنه، حاجات المريض بياخدها بشكل يومي. بالظبط، ما هو علشان كده تحديدا معمول الدواء المصري والدواء المستورد. الدواء المستورد اللي هيقدر يتحمل تكلفه نوع الدواء ده، والدواء المصري متوفر علشان برضه شريحه الناس اللي تقدر تتحمل السعر ده. طب ليه يا دكتور، انا عايز اسال سؤال، ليه بالذات تحديدا ادويه اللي هي زي المحاليل والقطرات هي اللي مختفيه بعد الثوره تحديدا؟ يعني بعد 25 سنه في كذا نوع قطره، كذا نوع محاليل، حاجات زي كده مش موجود. النهارده طبعا بقت صغيره كبيره جدا الادويه اللي مصانع غير السلم، الحاجات اللي تحت السلم موجوده بطريقه مرعبه، وفكره الرقابه طبعا مش لاقيين احنا ولا حاسين اي رقابه. كميه ادويه المخدرات اللي مرميه في الشارع، التعامل مع الحاجات دي ازاي؟ والتعامل يبقى وازاي نقدر نصل؟ يعني حضرتك بتقولي الانسولين مثلا عشان ده ب 3 جنيه الدوله مدعمه للمواطن، كويس، انا اضمن ازاي ان ب 3 جنيه ده هيصل للمواطن، المواطن اللي هو مستحق ليه مش للمواطن الثاني اللي هو اللي انت حضرتك بتقول انه ممكن قادر انه يتعالج ب 50 جنيه؟ ده ممكن، بس في حاجه يعني نبتدي نقطه نقطه بالقطرات والمحاليل اللي الناس بتشتكي منها اللي مش موجوده. بالنسبه للقطرات والمحاليل اختلافهم عن اي دواء تاني ان الحاجات دي بتحتاج ظروف تصنيع خاصه معقمه. التعقيم في عمليه التصنيع بيبقى مكلف بشكل رهيب. يعني في حاله الاقراص وفي الادويه العاديه لما بنيجي نصنعها التعقيم بتاعها بيبقى عن طريق الحراره. بس في الحالات التانيه دي، في حاله القطرات اللي بتتحط للعين، في حاله الحقن، خاصه الحقن اللي خاصه اللي بنديها في الوريد والحقن بشكل عام، لازم تبقى معقمه بدرجه عاليه جدا. وعلشان كده هتلاقي الاثنين مختفيين. ومختفيين علشان ظروف تصنيعهم بتبقى مكلفه جدا في مقابل ان سعرهم مازال ثابت. ما هي المشكله بقى شركات الادويه دلوقتي بتتعامل بانه في حاجات ثابته اسعارها من 30 سنه. احنا هنخسر ليه؟ طب احنا ما نوفرش ونحتكر بصنف او بعض الاصناف للدواء، بعد كده لما يبقى سعرها، لما يوافقوا بقى ان سعرها يزيد تبقى نطلعها. طب المريض ذنبه ايه؟ ما المساله مش مساله احتكار، هي مساله سياسات. بس على الاقل في ايجابي يا دكتور محمد، سياسات مين؟ سياسه في حاله وزاره الصحه هي اللي رابطه الشركات بسعر معين. سعر موحد مثلا لحاجه محدده؟ مش سعر موحد، هو حط له سعر اجباري، يعني بيزنين من يوم ما انت عرفته لغايه النهارده سعره 3 جنيه. طيب معلش، ما هقول لحضرتك حاجه ردت بس على النقطه دي. وزاره الصحه بتعمل يعني الشريحه الكبيره من الناس اللي هي مش قادره تدفع فلوس الحاجه اللي ب 35 ولا 50 جنيه اللي هي ب 3 جنيه، يعني بصراحه دي تشكر على ده. لكن ليه شركات الادويه بتسعر بنفسها؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني في حاجه ممكن تبقى في صيدليه ب 5 جنيه مثلا تلاقيها في صيدليه ثانيه ب 10 جنيه؟ حضرتك بتلاقي ده؟ لا، دي مستحيله. لان الدواء دايما على حسب سياسه كل شركه، ما هو معنى كده ان كل واحد هيتعامل بقى بطريقه، مش حسب سياسه كل شركه، حسب سياسه الشركه مع وزاره الصحه والتصريح السعر اللي هي خدته. يعني زي ما قلنا الدواء دايما مسعر جبريا. يعني مبالغ احترامي، انت لو دخلتي خدتي اي علبه دواء من صيدليه لازم اجباريا هتلاقي مطبوع عليها سعر الدواء. طب خلينا معانا حد من وزاره الصحه، طب يتكلم معانا في الموضوع ده، دكتور ياسين رجائي عضو